شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا سيد النائب المحترم. هذا الموضوع ديال تحديد يعني ديال الملك الغابوي هذه السنة يعني في هذه الولاية هذه علق واحد 10 الأسئلة تقريبا في نفس الموضوع بصيغ مختلفة. تعملوا هذه اللقاءات دراسية داخل البرلمان بإضافة للنقاش اللي كان مع المندوب السامي في الموضوع ديال الميزانية. كيظهر الآن استنفدنا النقاش المباشر داخل المؤسسات اللي هو تأكيد الحكومة على أنه هذا التحديد عنده أهداف لا يمكن الاختلاف بشأنها، وهذا الضبط لهذا الوعاء العقاري الغابوي اللي فيه مصلحة وطنية لا خلاف حولها، هذه الحماية ديال الملك ديال 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 الأغيار، وطبعا التصدي لظاهرة الترامي على الملك الغابوي. هذه اليوم لا خلاف حولها. تظهر لي ولا إشكال اليوم في تفعيل آلية أخرى رقابية للنظر من جهة فيما ترونه من فيما يتعلق بما تسمونه المتعسفات اللي خص اليوم تولي واحد المعاينة في المستوى المتقدم، وكذلك الموضوع التشريعي المتعلق بمراجعة المنظومة التشريعية. القانون أو القوانين المنظمة لهذه التدخلات في هذا المجال صحيح هي قديمة ولكنها خضعت لمراجعات متعددة، والمخطط التشريعي للحكومة كذلك يستحضرها ضمن المراجعات المرتقبة. فأنا الأمل ديالي هو أنه اليوم نشوف اتجاهين. أولاً الحكومة يعني مستعدة للتعاون على كافة المستويات لتحقيق هذه الأهداف الثلاث التي لا خلاف حولها. نضبطوا هذا الملك العقاري ديالنا ديال الدولة ديال المجتمع، نحميو هذا العقار من الترامي، ونحميو كذلك حقوق الأغيار. لكن اليوم التشريع مسألة مشتركة، نعاود نقولها مرة أخرى، وكان عندنا نقاش اليوم ندوة الرؤساء، نتمنى اليوم أن المقترح حد القوانين ديال البرلمانيين المحترمين تكون إسهام في هذا المجال. المسألة الثانية هو أنهم تفعلوا ما أمكن آليات رقابية أخرى. الحكومة جاهزة أن تتم لجان استطلاع حول إشكالات من هذا الحجم اللي اليوم كتعلق ربما بآلاف ديال المواطنين في محيط هذه الغابات وداخل هذه الغابات. وقع المشكل ديال سوس الأطلس إلى آخره. نتمنى اليوم أنه لجان الاستطلاع تنزل الميدان، لأنه ملي كنتكلموا على المسطرة وتطبيق القانون ما يمكنش نشكوا فيما يصل يعني من المؤسسات ديال الدولة وديال الحكومة في ما يجري على مستوى الأرض. لكن كبرلمانيين كتمثلوا الشعب، عندكم أي مستندات تؤكد وجود خروقات، عدم احترام المساطير، المسطرة الإشهارية، هادشي كله في تجاوزات، تكلوا على الله الحكومة بجانبكم، نزلوا لعين المكان، عملوا لجان استطلاع، وإن شاء الله في اللجان البرلمانية ناقشوا التقارير بحضور سيد المندوب السامي، ولسا عاد نمشيو في اتجاه ديال القيام بما يجب القيام به، ثم العمل التشريعي كذلك نتمنى أن تأخذوا فيه يعني المبادرة في إطار التكامل. شكراً.